شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد الجوزاء بشهر آب أغسطس من عام 2019؟ الجملة الحلوة بهالشهر لها: كل ما أنفقته خسرته، أما كل ما أعطيته ربحته. بتستقطب الضوء بهالشهر يا عزيزي، خاصة أول أسبوعين، وبتكون النجم محل ما بتروح وبيحكوا عنك الناس، أو بتكون محط الأنظار والأسماع. في مشروع جديد وانعطاف جيد بتقدم عليه، وجديد بيغريك جدا بنص الشهر الأول. يلي كان عم بيعيق تحركك بالأمس بيصير هلأ حليفك، يعني بينقلب الجو لمصلحتك، حتى بيصير داعم لخطواتك. تصور، شرط انه تباشر انت بنشاط ما بيحتمل التسويف والتأجيل، ويمكن تعديل على بعض الأعمال يلي بتلاقيها ضرورية. تستثمر بمجال واعد وبتكلف بمهمة مدعومة بتمويل جيد، ما بينتظر منك إلا الإشارة. إذن لازم تشتغل وتسعى وتجهد، على المرء أن يسعى مثل ما بتعرف. إذا بلشت بمبادرة رح تلاقي الترحيب ورح تلاقي النجاح، خاصة بالنص الأول من الشهر. يمكن يحاول البعض إعاقتك بإجراءات إدارية أو بتأخير في بعض الملفات حتى يولدوا اليأس بنفسك، وهالشي بالنص الثاني من الشهر، إلا أن الأمور بتكون عابرة. والتحديات هيدي بتحفزك دايما عزيزي الجوزاء على العمل بدون هوادة، حتى ولو واجهتك قرارات رسمية أو حتى مراسيم تستهدفك، بتتحديها بكل جرأة، بس مش بوقحنة، خلينا جريئين بس عند حدود معينة. يمكن تبحث عن مشروع شراكة بيحتاج لشبكة اتصالات غنية وسلام نفسي لترتيب الأوضاع. دايما في شراكة بدها دراسة. في أحد قال في كلمة بتتألف من 3 أحرف بتشكل شوك بحياتنا: شين شراكة، واو وكالة، كاف كفالة. بدنا ننتبه منهم أو بدنا ندرسهم جيدا قبل ما نقدم عليهم. إذن شوك، شراكة، وكالة، كفيلة. بتتوافد الكواكب لبرج الأسد حتى تسهل مهمتك. هاي هي زيت الكواكب يلي بتعرق المواليد العقرب مثلا ومواليد الثور، بتكون لك جيدة وبتزودك بأفكار غنية وفرص جذابة. يعني إذا كانوا شركائك من هالبرجين فلازم يعطوك لك القيادة أو يتكلوا عليك ويحتموا بظلك. بيحصل اللامتوقع وبتصطلح أمور بعد فترة من العقد. بيغمرك الحب بسبسباته الإيجابية، وهذا شيء كتير حلو، بتعيش أوقات ما رح تنساها، وتقارب مع الحبيب وأحداث بتترك ذكريات حلوة بنفسك. في الجو حديث وغزل وود وبوح بالحب، يمكن يطلبوا إيدك. لا بدي أقول يطلبوا إيدك، ما بعرف إذا بعد في نساء بتطلب إيد رجال، أو إذا هيك صارت الحالة ما بعرف، بس تطلب يدك يا عزيزتي للزواج، أو حتى إذا كنت رجل ليش لا. ربما تطرأ ظروف بتجعل هالطلب يتم بطريقة غريبة واستثنائية. ترغب أنت بالمغامرة وبتحب المفاجآت، بتخطط لاجتماع أو رحلة أو سهرة مميزة بتولد أجواء حلوة وابتكارية للتعبير عن عواطفك. بعض مواليد الجوزاء بيشعروا للمرة الأولى هالسنة بتحسن ملحوظ على كل الأصعدة. هالشي بيعزز رغبتهم بالتغيير والإنجاز والارتباط، في شي بيتغير لمصلحتهم. البعض الآخر بيرجعوا السلام لعلاقة تعقدت أو مرت بظروف صعبة أو عانت من بعض الاهتزاز، خاصة إذا كانوا متزوجين. بيتفهموا أكثر مزاج الطرف الآخر وبيصغوا أكثر لهواجسه ومطالبه، بيعيدوا شرارة اللحظات الأولى واللقاءات الماضية. إذا كنت عازب تتاح لك فرص عاطفية مناسبة جدا، أو تعال نقول مغامرات ومغازلات. أنت على كل حال تصغي دائما لكلمات الغزل: مشدوه، مغتبط، فرح فيها. هالشي بحركك من الداخل وبحفزك على تحدي كل الصعوبات.